السلام عليكم، معكم دكتور سليم محمود قريطم. زبدة الفول السوداني أو زبدة الفستق، إيه زبدة الفول السوداني زبدة الفستق دي يا دكتور؟ ناس كتير بيجوا الصيدلية وبيسألوني عن زبدة الفول السوداني وأهميتها للأطفال ونستخدمها للأطفال ولا لأ يا دكتور، ونستخدمها للكبار ولا إيه، وفوائدها إيه؟ النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني زي ما حضراتكم شايفين أهو، تمام، وممكن تتجاب من اي سوبر ماركت او اي صيدليه. انا جايب لكم زبده الفول السوداني اهو، شركه بيكي. زبده الفول السوداني هي عباره عن ايه؟ عباره عن كربوهيدرات، يعني فيها نشويات وفيها بروتين وفيها دهون، يعني يعتبر مصدر غني بالطاقه للاطفال وللكبار. طب نستخدمه زبدة الفول السوداني في ايه يا دكتور؟ بنستخدمها للناس اللي عايزين يزيدوا في الوزن، وبنستخدمها لعلاج سوء التغذية عند الأطفال وعند الكبار، وكمان بتستخدم لزيادة وبناء العضلات، ولها استخدامات تانية كتير. زبدة الفول السوداني فيها نسبة غنية من البروتينات والدهون، ونسبة الكربوهيدرات النشويات اللي فيها قليلة. فعشان كده لما حد يقول لي هو الزبدة الفول السوداني بتدي كام سعر حراري، اقول لك يا سيدي ال 100 جرام من زبدة الفول السوداني فيهم 588 سعر حراري. شوف كمية السعرات الحرارية اللي موجودة في زبدة الفول السوداني، فهتساعد بنسبة كبيرة وتساهم بنسبة كبيرة في زيادة الوزن، وفي نفس الوقت انها تفتح الشهيه، وفي نفس الوقت تعالج سوء التغذيه سواء عند الاطفال سواء عند الكبار. طيب حد هيجي يقول لي طيب الناس بنام فيها سكريات نشويات، فهي كده هترفع مستوى السكر في الدم. اقول لك اصلا ان مرضى السكر، خد المفاجاه عندك دي، ان مرضى السكر ممكن يستخدموا زبده الفول السوداني عادي جدا. ليه؟ لان نسبه الكربوهيدرات اللي فيها قليله جدا، نسبة الكربوهيدرات، نسبة النشويات قليلة جدا، فمش هترفع مستويات السكر بنسبة عالية، بل بالعكس ده في أبحاث بيقولوا إنها ممكن يستخدموها للناس اللي مصابة بالسكر من النوع التاني. طبعا بدون الإفراط أو بدون الزيادة. طيب زبدة الفول السوداني غنية بإيه تاني؟ غنية بفيتامينات، فيتامين ب3 وفيتامين ب6، وكمان غنية بالزنك، وغنية بحديد، وغنيه بماده مهمه جدا، ماده الريسفيراترول. الماده دي ممتازه جدا لانها بتساعد في تقليل خطر الاصابه بالنوبات القلبيه وامراض القلب. ماده ريسفيراترول، الماده دي مهمه جدا جدا جدا. زبده الفول السوداني فيها عناصر مضاده للاكسده، وكمان بتساهم في الوقايه من اورام او سرطانات الثدي. الستات اللي عايزين حاجه تقيهم او تساعد في الوقايه من اورام الثدي، هو زبده الفول السوداني بتساعد معاهم وتفيد معاهم جدا جدا. طيب زبده الفول السوداني زي ما حضراتكم شايفين اهو، هي طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو، تمام. زبدة الفول السوداني اصلا طعمها جميل وريحتها حلوه، وللناس اللي هم مش عارفين او مش مستصغرين طعمها ممكن نحطها على عسل. يعني استعملها ازاي يا دكتور؟ الاطفال ممكن نجيب ناخد معلقتين اتنين معلقه صغيره ونحطها على شريحه توست او شريحه عيش، تمام، ونحط عليها معلقه عسل، ودي مره الصبح ومره بعد الفطار ومره في العشاء، تمام. الناس الكبار ممكن ياخدوا معلقه كبيره ويحطوها برضو على شريحه توست او شريحه عيش، تمام، ويحطوا عليها معلقه عسل مره الصبح ومره بالليل، مره فطار ومره عشاء، تمام. اقل حاجه نستمر على زبده الفول السوداني شهرين لثلاث شهور عشان تجيب معايا نتيجه كويسه لزياده الوزن. طبعا اكلات زياده الوزن كتير، يعني في اللي هو الحلاوه الطحينيه والعجوه او البلح والبيض والنشويات والمكرونه، بس انا عايز حاجه قويه زي ما قلت لكم 100 جرام منها هيديني 588 سعر حراري.
فده هيساعد الناس اللي عندهم نحافة، هيساعد الناس الأطفال اللي في المدارس اللي عندهم سوء تغذية، هيساعد كمان الناس اللي هم عايزين يتغذوا على مصدر غذاء كويس وطبيعي إنه يقيموا أمراض، ولأنه فيها عوامل مضاد الأكسدة كتير وبيبقى مصدر غني بالبروتين وبالدهون ونسبة قليلة من السكريات أو النشويات زي ما احنا قلنا. في نقطة عايز أقول عليها بس قبل ما انهي الفيديو، زبدة الفول السوداني الناس اللي عندهم حساسية منها بلاش ياخدوها، الناس اللي عندهم أنيميا الفول بلاش، طبعا معروف اسمها زبدة الفول السوداني فطبعا بلاش طبعا استخدام زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني متوفرة في أي صيدلية، تمام، مش لازم شركة بيكي، أي صيدلية أو أي سوبر ماركت متوفرة فيهم. يعني مثلا عندي الكيلو بيعمل 70 جنيه، ده كيلو، ده كيلو من بيكي، تمام، ودي ميزتها انها كرانشي فهيبقى طعمها حلو خصوصا للاطفال، هتلاقي مكتوب عليها كرانشي فده هيبقى طعمها حلو وخصوصا بالنسبه للاطفال عشان اللي هم ما بيحبوش الزبد الفول السوداني، لا وقلنا ما يحبوهاش نحط عليها معلقه عسل نحله. زبد الفول السوداني من الحاجات الجميله والحاجات المفيده جدا اللي تعتبر مصدر غني بالطاقة اللي هيساعد الناس اللي عندهم نحافة أو سوء تغذية أو اللي عندهم قلة تركيز أو عايزين يقي نفسهم من أمراض قدام. ده زبدة الفول السوداني مصدر غني بالطاقة ليهم ومصدر مقاوم لأمراض كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم، سلام عليكم.